مراعاة الظروف الاستثنائية التي نعيشها جميعا بسبب جائحة كورونا، أبت المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس إلا أن تمكن الطلبة من فرصة التعبير عن مواهبهم من خلال أنشطة المحترفات الثقافية والفنية، والتي تم تتويجها بتنظيم الأيام الثقافية والفنية ما بين 17 مارس وفاتح أبريل 2021، والتي تندرج ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الجامعي لجامعة المولى إسماعيل، ومن خلال برنامج غني ومتنوع بين المسرح والموسيقى والفنون البصرية وورشات التنمية الذاتية. افتتحت الأنشطة بأيام مسرحية تحت تيمة مسرح الكوفيد، قدم خلالها طلبة محترف المسرح عروضا ومشاهد مسرحية، ارتأت مصلحة الشؤون الثقافية توزيعها على 3 أيام احتراما لمعايير السلامة التي تقضيها الظرفية. وقد تميزت العروض بتنوعها وملامستها للواقع، حيث سلطت الضوء على مدى تأثير الجائحة على بعض الفئات المجتمعية والقطاعات الحيوية. المثقف والطبيب والممرض والمواطن البسيط مشاهد أثرت في الحاضرين وتفاعلوا معها وعبروا عن مدى سعادتهم وإعجابهم بالمستوى الذي قدمه الطلبة. كيف ستكون لدينا ثقافة مثقف ولدينا تافهين بمعجبين بملايين ومثقفين بمنتقدين بالآلاف؟ لم يكن على بال ولا خاطر حتى ظهر فجأة وبدون داع وفي وقت وجيز أملى شروطه، كبير وصغير، غني وفقير، وأصبح السيد المطلق. غدوت كالحصان في منطقة اسمها تنجدان، وكل أحلامي أن أصير ذا شأن في البلاد، مؤمنا مني بأول آية لرب العباد، أن أقرأ بلغة العجمي وبيان. ديال فلوس دعم. عرفتي شحال؟ 1200 درهم. برافو، نقوم.
يشغل صاروا الواحد عنده يصبنه ويرد عليه والعايد الحومة حستاني لا دبغي قام يتجوح دا عنده يصبنه ويرد عليه اجي بعدا ما قلت ليشي ما زالي محد بالحدود ومصطفى جيحة ما بغتش تسالي وانا ما غنجوشي وراه عاد هذا بزاف مصطفى جو انا لما عبيتكش ما نختار راسي قامت قيامة الكون والوضع انفجر وأذن الإله بوباء قاتل فتاك فانتشر وأصبح كل البشر في خطر جاء الوباء وكسر عن أنيابه يصيب من آمن ومن كفر كأنها رسالة من الله أعيد النظر فما جنيت من هذا العالم إلا خبت الأمراض وفجأة من هنا وهناك ظهرت الأعراض وتروة أفكاري يوما بعد يوم غدت في ازدياد فطارت دهشتي وزاد فضولي بالكاد اللغة الأمازيغية أيضا كان لها حقها في التعبير المسرحي حيث قدم طلبة محترف المسرح مشهدا مسرحيا بعنوان تمادونت نتمازيرت قرب الجمهور من معاناة الأسر البسيطة وتعاملها مع ظروف الجائحة دورجي هنا ما مخيولة يا مدى ويور في مخوالو أتور في مخوالو ابنك أتي لنا كود ميس المحادينا أتي دات السمازيرت وريقي للفحص وريقي للتيست أتي نيويد الفيروس قد أكو غير قد أكو نفنو محاو عدي ميس نعبو أحد لقد أتاكم كوفيد 19 فكانت أولى محطاته في الصين فاجتاح العالم وعم أراضين وفي أكناف روما قد عم الوباء فيئسوا من الأرض ولجأوا للسماء ورئيس أكبر الدول يخصص يوما للصلاة والدعاء لقد آتاكم كوفيد 19 صغير استعمر أجسامنا من بلد لبلد جهلنا مخارجه ولكن عرفنا مداخيله فأخذنا الوقاية لكن أمن الحضر ما فاده فجميع المساعي توقفت في تحاليل تفشى المرض والعدد يزداد وأيادي أهل الطب لم يعد لها حيل فصاروا منه في خوف مبين وفي قعر البيوت قابعين فإن فروا من الأبواب خروا وازداد عداد الهالكين وإن ضلوا بسجن البيت ضلوا فرعبه بدا بوجوه البشر مبين هناك في الجنوب الشرقي بدأت رحلتي بالذات نحو مسرح الكلية حيث كثرت الأحداث
حيث بزغت معظم الطاقات رغما عن كل الإكراهات. فمرحبا بكم أيها السادة والسيدات في عصر التكنولوجيا والآفات. تنوع عمل محترف المسرح لم يقتصر على الدراما فقط، بل كان للكوميديا والكوريغرافيا أيضا حظهما، حيث قدم المحترف فقرة في فن ستاند أب وعرضا كوريغرافيا نال إعجاب الحاضرين وصفقوا له بحرارة. كيقول واحد الشاعر، سي لي ميزون سون بيرلي. أو ميرسي مدام. سي لي بوات سون فيرمي، لي ميزون سون توفير. قولي لنا كيفاش جاك هذا الحفل هذا والثقافي؟ جاني مزيان، رائع جدا. الطلبة كاملين بذلوا المجهودات ديالهم باش يكون كل شيء في أحلى صورة، وكنتمنى لهم التوفيق كاملين. وهادشي اللي كاين. انا الدور ديالي في لجنه التنظيميه، وخصوصا كنت في المكياج. كنحاولوا اننا نساعدوا لي زارتيست كيفاش يكونوا، كيفاش نبغاو نزيدو لهم هنا، نقصو لهم هنا. وهادشي اللي كاين. كنتي مائل المحترف المسرح؟ يعني خدمنا بزاف اكثر من القياس، والحمد لله النتيجه راه كلشي رضى علينا في الاخر، الحمد لله. شكرا. يوسف بالخيري، اتوديون في لو اس تي سيرفيس ماناجمنت دوزيام اني. اليوم زعما اونغازينا في تياتر، ودات واحد العام لي فريمون سيتي انوبليابل، شي حاجه اللي زوينه. بعد ما دوزنا 3 ايام ديالنا ديال لاتيلي تياتر، سيتي فريمون ان ايفيرمون كي دو شو، شي حاجه اللي واعره بزاف. كنبغي نشكر اولا الاستاذ، كنبغي نشكر لي غالي معايا في التياتر، كنبغي نشكر لي غالي ديال لا ميوزيك اللي عاونونا بزاف. شكرا ليهم بزاف، وشكرا للاستاذه ملكة اللي حاولت اورغانيزي لنا اي حاجه في فلاتولي. اونكور ميرسي بوكو ابراهيم اللي عاوننا في كاع التصوير وفي كاع داكشي ديال الكاميرا، والناس ديال لا فوتوغرافي بيان سور، لانه هما اللي عاونونا وهما اللي وقفوا معنا باش صورنا لي سين ديالنا. ميرسي بوكو. ميرسي لي غالي اللي حضروا وشجعوا كاع دوك السبورت ديالهم. ميرسي بوكو غانغاك، معكم جو. شكرا يوسف. هضرنا على بابال دو شوز، ولكن يا ريت هضروا لنا حتى المعاناه ديال الاستاذ. انا كنتمنى استاذ المسرح تعطيونا حتى حنا فرصه باش نعاودوا لكم المحنه ديالنا كاساتذه، ماشي غير في الظرفيه ديال كورونا، ولكن في ظرفيه اللي كتكون عاديه محتاجينها. اعطيونا حتى حنا يا نعطيو لا بارول ديالنا في هذا السنس. الفقرة ديال القسم سميتها القسم، ولينا فيها طلبة يعني ماشي بريزونسيال، اديستونس، والمعاناة ديال الأستاذ اديستونس، غير نظرا لضيق الوقت ما كملناش التدريبات في هاد، ما كنا ما يمكنناش ان شاء الله ما يمكنناش ما نشيلوش القطاع ديال الأساتذة، هذا ما يمكنش. راه كان عندنا فقرة زوينة طلبة باللبسي يعني هذا، والأستاذ شنو تيعاني، فإن شاء الله نكملوها ونا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هل سيظل الوقت هكذا ونقوم بجلالة ثقافتنا، أم سيظهر مهدي منتظر ينقذها في آخر اللحظات؟ ويا حسرة.